يواصل مرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا حملته الانتخابية للرئاسيات، فبولاية البليدة حلة، ومنها تعهد بإسكان نصف طالبي السكن الاجتماعي خلال سنة. وأتعهد مرة ثانية بأن نصف طالبي السكن الاجتماعي السنوي، واللي هو بحدود 180 ألف، سوف بإذن الله أتجاوز النصف في تسكينهم في هذه السنة بإذن الله. بن جرينا الذي يشارك لأول مرة في السباق الرئاسي رافع لصالح صحافة حرة، وتوعد في حال انتخابه رئيساً للجمهورية بالقضاء على الفساد وضمان الحريات لمختلف فئات المجتمع. من اليوم لا احتكار على المعلومة، من اليوم لا ظلم على الصحافة، من اليوم تمام الحرية للأقلام الحرة، للصحافة المكتوبة، للصحافة المسموعة، للصحافة الإلكترونية، وللأقلام الحرة، وللأئمة والخطباء، ولجميع الجزائريين والجزائريات. قلت لهم يا كان خضيلة لا الفساد، الوعود اللي وعدناها للشعب راح نحققوها، وإحنا راح نقضي على الفساد بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بوجودك أمثالكم في كل ولايات الوطن. المترشح للرئاسيات دعا أيضاً إلى ضرورة عدم الاستفراد بالرأي، مؤكداً أن طموحه للوصول إلى رئاسة الجمهورية هدفه خدمة الشعب الجزائري وتنمية البلاد.